تحديات جديدة يواجهها المغتربون العائدون بصورة نهائية إلى البلاد في هذا المكان بالمجمع الحكومي بسيئون، حيث عملية حصر المغتربين قصص كثيرة مملوءة بالألم يرويها المغتربون بغصة. أحمد سعيد واحد من العائدين قضى عقودا من الزمن مغتربا في السعودية، يعود إلى واقع جديد في ظل ارتفاع الأراضي السكنية وانعدام فرص العمل. نتمنى أن يصرفوا لنا أرض سكن بدل ما احنا جالسين في الأرض. تعرف ظروفنا صعبة جدا، لأن أنا لسنتين تقريبا لا شغل لا مشغل ولا شيء، عندي إنسان أبو أسرة ولا أملك أي حاجة غير أني مغترب بس. لحد الوضع حقي أنا سيئة جدا، يعني ما قدرت أجد الإقامة وزارة نهاية. السلطة المحلية بوادي حضرموت بدورها تقوم بعملية حصر المغتربين وإعداد برنامج إلكتروني وتصورات لمساعدة المغتربين، حيث قدمت مبادرة بالتعاون مع مؤسسة محلية تعمل على توزيع أراض سكنية بأسعار رمزية للمغتربين وأخرى لعمال صندوق النظافة بمديرية سيئون، بالإضافة إلى الأيتام وذوي الدخل المحدود. هناك مبادرة رفعت من قبل مكتب السعيد مشكورا لأنه يساهم بجزء من المخطط لديه إلى العائدين بشكل رسمي، وتقدم بشكل رسمي، ونحن دعينا الجهات المختصة من العقار والأوقاف والأشغال يتم عمل اتفاقية رسمية مع هذا المكتب ومع غيره من أي قطاع خاص يساهم أيضا في هذا الجانب. المبادرة لاقت ارتياحا كبيرا من قبل المغتربين بوصفها وضعت حلا للتخفيف من معاناتهم في إيجاد أراض بأسعار رمزية حد قولهم، خصوصا في ظل ارتفاع مهول في إيجارات المساكن. دشنا أعمال هذا المؤسسة بهذه المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن العائدين المغتربين من المملكة العربية السعودية بتأشيرات خروج نهائي، والذين لا يملكون بيوت أو قطع أراضي، وأيضا محدودي الدخل. تشير الإحصائيات أن عدد المسجلين لدى مكتب شؤون المغتربين بوادي حضرموت يزيد عن 1440 مغتربا عائدين بصورة نهائية حتى الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي. وبينت الإحصائيات أن منفذ الوديعة رصد عودة 2605 مغتربين يمنيين عائدين من الأراضي السعودية إلى البلاد. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.